قضية السنة البيضاء. هذا السنة هذا عنوان باش يرعبوا الناس. سمح لي، كان موقف الحكومة صارم، الحكومة تعمل جاهدة باش نتجنبوا هذه السنة البيضاء. شكون علاش كنهضروا على السنة البيضاء؟ اليوم حنا في واحد النظام ديال الامتحانات، اللي دخل امتحان نجح راه غينجح، اللي ما دخلش امتحان راه غادي يسقط، ولا السنة المقبلة غيبقى في نفس السنة. لماذا نتكلم على السنة البيضاء؟ عندنا اليوم واحد العدد ديال الطلبة أجانب، طلبة عسكريين، وأيضا طلبة اللي كيمشي واخا كيخرجوهم مرارا وتكرارا كيواكبوا. الطلبة اليوم فين هما؟ راهم كيخرجوا الامتحانات ديالهم، الأساتذة وفروا لهم الدروس. لهذا حنا مسؤولين باش ديروا البرمجه ديال الامتحانات. صحفيه بالنسبه لنا هي مناسبه لتنوير الراي العام وايضا الطلبه والاسر على مقترح الحكومه عبر الوزارتين، مقترح جد مهم اللي تم استجابه، اولا استجابه الفوريه للحوار منذ الوقفات والاحتجاجات الأولية في شهر فبراير، وثانيا استجابة لجل المطالب اللي طلبوها الطلبة. بقى واحد جوج نقط عالقة بالنسبة لمباراة الإقامة وبالنسبة للسنة السادسة في طب الأسنان. هاد النقطتين ما عندهمش طابع آني، لهذا ما كاين حتى شي حاجة اللي كتدعي باش يتأجل الامتحان ولا يتقاطع مقاطعة الامتحان على ضوء هاد النقطتين هادي. الحوار غيبقى مفتوح باش نطوروا هاد ما تم اقتراحه والمباشرة ديال الامتحانات، وكننتظروا الطلبة في أحسن الظروف باش يجتازوا الامتحانات. الحوار مفتوح إلى آخر دقيقة باش نزيدوا نطوروا هاد النقاش وباش نبني واحد الثقة بيننا وبين هاد الطلبة، لأن اليوم أنا كنظن ما عندناش واحد المخاطب. الطلبة كيجيو كيجلسوا معنا ممثلي الطلبة الآخرين، ولكن ما عندهمش واحد السلطة تقريرية، لهذا ما كيتمش تفعيل المقترح الحكومي على أرض الواقع. لهذا باش يمكننا نتجاوزوا هذه الأزمة لابد خص مخاطب اللي يمكن يكون عنده واحد القدرة تقريرية ويحسم معنا في واحد العدد ديال النقاط ويكون واحد الأخذ والرد. القطاعي الصحة والتعليم العالي والحكومة بشكل عام هي منخرطة في هذا الحوار، ملتزمة، تنصت للطلبة، اجرت مجموعة ديال اللقاءات مع الطلبة على مختلف المستويات بما فيها لقاء مع الوزيرين، التزمت بمجموعة ديال النقاط اللي كتشكل مطالب يعني آنية، مطالب مشروعة، مطالب معقولة، وفي نفس الوقت تحفظات على مطالب أخرى اللي مبدئيا احنا ما مستعدينش نخوضوا فيها، كمسألة ديال منع مباراة الإقامة على متخرجين يعني من القطاع الخاص. احنا نعتبر اليوم انه الباب مفتوح للنقاش في مسألة الإقامة، ولكن في اتجاه انه نعزوا البعد الجهوي ونعطيو الأسبقية دائما للطلبة اللي تيقراو في الجهة باش يمكن هما اللي يكون عندهم واحد الأفضلية في الحيازة على المناصب المفتوحة في كل مستشفى جامعي جهوي. قطاع الصحة في هذا الحوار التزم بمجموعة ديال النقاط مرتبطة بتوفير ميادين ديال التدريب، بتوسيع ميادين التدريب في المستشفيات العمومية بعد اعتمادها، بتوفير الإمكانيات اللوجستيكية، كذلك بالرفع من التعويضات وعلى المهام، وكذلك يعني بالنسبة للطلبة ديال السنة السابعة هذا التزام كنمشيو فيه، بالنسبة للسنة السادسة في الطب الأسنان والصيدلة هنا كذلك التزام باش تكون عندهم كذلك هما تعويض على المهام على غرار السنة السابعة في الطب. التزمنا كذلك باش أنه نوفروا الظروف ديال التوفر واللجوء إلى التغطية الصحية الأساسية اللي هي حق ديال جميع الطلبة، وكان ذلك التزمنا بالرفع من العدد ديال المناصب ديال الداخليه الاطباء الداخليين، والتزمنا وعملنا ذلك الرفع من العدد ديال مناصب الاقامه وضعفنا ثلاث المرات في ظرف سنتين، اذا التزمنا بذلك. اذا الحكومه عبرت على نيه صادقه في ان تستجيب لهذه المطالب.